للمرة الثالثة بتتعاون مع المخرجة ساندرا نشأت، فكلمنا عن التعاون ما بينكم والفيلم اللي انت بتحضر له معاه. هو من اخراج ساندرا ان شاء الله وقصة وائل عبد الله وانتاج شركة اوسكار برضو، فتفاصيل بقى تشوفوها في الفيلم ان شاء الله. يا رب يبقى مختلف عن اللي فات ان شاء الله، وده اللي احنا بنسعى له، وده اللي احنا يا رب يعجب الناس زي ما انا بحاول ان انا اعمل في كل فيلم. طيب الفيلم اللي انت هتقدمه لنا جديد ده بتناقش من خلاله قضية؟ عارفه انا ما بعرفش احكي والله، يعني او ما بفضل، هو مش سر حربي طبعا، بس انا افضل ان يبقى يعني نصوره ونحضره الاول، هو لسه في التحضير دلوقتي، فنخلص ده كله ونبتدي نتكلم عنه. الفنان لوحده ما بينجحش، لازم لو الزملاء اللي في الفيلم كلهم لازم لو ما كانوش على نفس القدر من النجوميه ومن التمثيل العالي الفيلم ما بينجحش. فالنجاح ما بيتنسبش ليا لوحدي، يعني كل الافلام الحمد لله انا عملتها، كل الزملاء اللي كانوا معايا كلهم كانوا نجوم، وكلهم ليهم فضل كبير ان الفيلم ينجح قبل مني كمان. ايجيفيلم.com دليلك لعالم السينما.